لو الحكاية فيها إن فيديو. اتكلمنا عن الجمل بتباع ازاي وبيجي منين، اهم الاماكن اللي بيجي منها. شوف يا ستي، هو اولا الجمال ليها منفذين اللي هم الاشهر منفذين اليوم اللي هم بيبقى السودان وممكن تبقى اثيوبيا. تمام تمام. وبعدين الجمل بيجي برساله وبيجي بثمن معروف. يعني مثلا ايه، بيجي من منشاه سي ب 1000 جنيه. تمام سي. انا بقول مش هو ب 1000 جنيه، بما معنى يعني عشان محدش يسمع حدش يقول انه الجمل ب 1000 جنيه ده هو قال لا. فبيجي بياخد حاجه اسمها كوميشن او العموله او ثمن النقل او ثمن التجاره بتاعته. لما بيجي التاجر اللي هو او المكتب بيجي على مكاتب اللي هم التجار او المستوردين. تمام. فهم بيتمنوا مثلا، بيقولوا احنا هناخد على جمل مثلا 100 جنيه 200 جنيه زي ما بيحطوا. فبيجي الجزار بياخده بالثمن ده وبيذبحه هو ريسه. صحيح. في بيكسب في بيخسر، معظمهم يعني الله يكرمهم. صحيح. تمام. والجمال الموجوده في الشرقيه هي نفسها برضو الجمال الاثيوبيه والسودانيه ولا دي تربيه بلدي؟ في بلد مصري. تمام. بس هو طبعا البلد المصري معروف ان هو غالي اغلى من المستورد. اغلى من الثاني. من المستورد. لان احنا عندنا بنمتاز في حاجه اللحوم البلديه عامه، سواء كان الجمل او بقري او خروف او ماعز، بنمتاز بحاجات مش موجوده في اي دوله غير عندنا. تمام. وهي ان البلاد هي اثيوبيا او السودان او اي دول في الخليج او اي دول اوروبيه حتى بيشتغلوا او بيهتموا بالمراعي. فضل حاجه بيهتموا بالمراعي. وهي انك انت بتجيبي القطيع وتسيبيه في الجبال. طبعا هم عشان عندهم النطر بيعمل مرعى او اعشاب فبيهتم هو بالمرعى. تمام. ما بيهتمش بالعلم. احنا هنا كمصريين بنمتاز بالعلم. فبيجي الحاجة اللي بنجيبها مثلا كان خروف او عجل او بتاع، بنيجي نديله الخزن مع الذرة مع الرز بتاع، فبيكمل فيه السمنة او الطعم اللي هو ايه البلدي بتاعنا. تمام. فاحنا بنمتاز بالعلم. هم ما عندهمش الكلام ده. اقل وزن جمل ممكن يبقى كام لما يندبح؟ مش هقدر افيدك قوي، بس يعني ممكن 200 كيلو. 200 كيلو؟ 200 كيلو. ده صغير. في 300 يعني مش شبيه فيه قوي يعني عشان مش حضرتك. تمام. صحيح. طب الجمل من اللحوم اللي ابتدت الناس تقبل عليها في الفتره الاخيره برغم ان هي ما كانتش من ضمن ال، شوفي حضرتك، هو الناس اتجهت للجمال في فتره بتاعه جنون البقر. تمام. كان في فتره كده من قيمه كام سنه كان جت هوجه قال لك ان الوجود البقري فيها جنان واللحمه اللي هياكلوا اللحمه اللي له العدوى وبتاع. صحيح. اتجهت معظم الفئات، خلي بالك. هو كان الاول زمان قوي في الستينات والخمسينات والسبعينات كان اللي ياكل الجمل اللي هي الفئه الفقيره. تمام. او اللي هي تحت يعني اقل من المتوسط. تمام. لما جت الفتره دي بتاعت جنون البقر كل الفئات اتجهت للجمل. تمام. ما بقاش في فئه معينه هي اللي واقفه. وبعدين في الناس اتجهت اكتر مع ارتفاع اسعار اللحوم. صحيح. يعني اللحوم النهارده مثلا لما تلاقي احنا عندنا مثلا اللحمه ب 75 هتلاقي الجمل مثلا اصل 55 60. ففي ناس بتقول لك انا بدل ما اخد كيلو لحمه من عند الجزار بتاعي انا اخد كيلو وربع جملي. تمام. بيفرق معايا. صحيح. واصحاب الاولاد كتير يعني. فدي اللي خلى الجمل عليه اقبال. وطبعا لقرب السودان والناس ديت. وطبعا هرجع برضه للمستوردين ان هم رفعوا عددها وموجود. تمام. فيديو.